Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. عندما سنتحدث في هذه الجلسة أظن بأن هذه الجلسة سيكون شعارها هو كيف ينظر الشباب بصفة عامة لفكر سي محمد الحسن الوزاني. سيشارك معنا في هذه الجلسة ثلاث باحثين، سي حميد أيت فرحي، سي عبد الواحد معضلة، والأنسة عائشة قداو. دون أن أطيل عليكم سأعطي الكلمة سي حميد أيت فرحي، سيتدخل في موضوع أساسي مرتبط بالشباب والدولة، وهو المتعلق بمسؤولية الدولة إزاء الشباب المغربي رؤية محمد بن حسن الوزاني. وأدعو الحاضرين إلى مساعدتنا والاستمتاع بهذه العروض. تفضل. سي حامد. تفضل. شكرا. ستركز هذه المداخلة على عرض الخطوط الرئيسية لرؤية محمد بن الحسن الوزاني لمسؤولية الدولة إزاء الشباب، وذلك بالتطرق لثلاث نقاط رئيسية. أولا، انحراف الشباب من انحراف رجال الدولة. ثانيا، شباب الحركات الاحتجاجية. ثالثا، مشروع النهضة بالشباب المغربي. يرجع الوزاني ظاهرة انحراف الشباب خلال العقود الثلاثة الأولى من الاستقلال إلى سببين أساسيين. أولهما وفقا لما صدره أزمة القيم الإنسانية في نفوس وأوساط المناسبات، أو هي مسؤولية تتجاوزه إلى جميع الذين انحرفوا أصالة بالاستقلال عن حقيقته ومهمته وغايته. أجاب: فإننا نكون عادلين حينما نذكر أن كل من الدولة والمجتمع يتحمل قسطه منها، بل لا نكون مبالغين إن قلنا إن الدولة وهي ذات الحول والصول والطول تتحمل القسط الأوفر من مسؤولية الانحراف في البلاد. وأكد بأن كل إصلاح لا يتحقق إلا ابتداء من الدولة وبمجهودها لمسؤوليتها وقدرتها. لذلك طالب هذه الأخيرة بالإسراع والجد في تطهير جنباتها من كل فساد، واستئصال كل انحراف في أوساطها، واقتلاع كل تعفن في زواياها على حد تعبيره، وأن لا تكتفي بإجراءات لا جدوى لها من قبيل ما عبر عنه بالقول، ولا يكفي في محاولة إيقافه عند حده يقصد انحراف الدولة مجرد اقتياد حفنة من رواده أمام القضاء. إن هذا ليس من شأنه إلا أن يزيد الانحراف في الدولة انحرافا وفضيحة وإشهارا، بالإضافة إلى ما أسماه أسلوب الوعد والترغيب والتهديد والوعيد من لدن رجال الدولة الذين يتحولون بسرعة وسهولة من مسؤولين إلى وعاظ ومن منحرفين إلى مرشدين، وذلك بدل أن يجعلوا من أنفسهم مصلحين واعين بمسؤوليتهم، حريصين على أداء واجباتهم نحو ذواتهم ومواطنيهم حتى يستقيم أمرهم جميعا. وهؤلاء هم من وصفهم في خطابه أمام شباب الدار البيضاء سنة 60-900 حينما صرح قائلا: وإن الذين تولوا العمل لإخراج البلاد من أزماتها وفك معضلاتها وحل مشاكلها منذ الاستقلال لم يتمكنوا بكل أسف من بلوغ مأرب الأمة الذي كثيرا ما التبس عندهم بمآربهم الخاصة، حتى ظنوا إثما وخطأ أن الشعب بخير طالما كانوا هم بخير، والحقيقة غير هذا. وبعد 5 سنوات لم يتغير شيء، حيث نقرأ في جواب حزب الدستور الديمقراطي وبالتالي جواب زعيمه محمد بن الحسن الوزاني عن التوجيهات الملكية سنة 65-900 ما يلي: إن الشباب هو عمدة المستقبل في كل أمة، ولكن الشباب المغربي مع هذا لا زال ضحية الإهمال والارتجال والفوضى من طرف الدولة التي تركت أمره ومصيره لعبة في يد بعض المستغلين من الأشخاص والهيئات الاحتكارية أو السورية. إضافة إلى هذا، ذكر الوزاني بأن انحراف بعض الشباب ناشئ عن أزمة التوجيه والتوعية والتعليم والتربية، كما أشار إلى أسباب أخرى أجملها فيما يلي: أولا، أن الشباب يرفضون مناهج التعليم
وأساليب التربية التي تلاشت مع الزمن وتعارضت مع روح العصر. ثانياً، أن الشباب يعترض على كثير من أوضاع وأنظمة وتقاليد المجتمع الحاضر، فأجهزة الحكم ومصادر السلطة التي تعرقل كل تطور وتقدم وتمانع في كل تغيير وتجديد، إنما تتعرض في كل مكان للنقد والهجوم بل للثورة والانقلاب. ثالثاً، أن الشباب يعادي كل ما يسود المجتمع من آثار الجاهلية والتقليدية والشكلية والتحكمية في حياة التخلف. وبالإحالة على كل ما تقدم ذكره من أسباب كتب الوزان، لهذا ينبغي إرجاع الأصل فيما عليه الشباب خاصة والمجتمع عامة من عدم الاستقرار المتجلي في مختلف مظاهر السخط والإسياء، بل التوتر والتحفز الذي قد ينقلب إلى ثورة في النفوس واضطراب يخل بما يسمى بالأمن والنظام حسب ما سطر وعليه. يرى الوزاني بأن ما عاشه المغرب ما بعد الاستقلال من حركات اجتماعية والتي يقوم الشباب فيها بدور المحور والمحرك على حد تعبيره، كان نتيجة لعوامل داخلية وخارجية تضافرت فيما بينها لتسفر عن وتبات وفورات واضطرابات وحتى ثورات، وفي أسوأ الأحوال اضطرابات ومؤامرات وانقلابات. فبالنسبة للعاملين الداخليين، فأولهما فساد البلاد في الداخل، وثانيهما الصراع القائم بين القديم والحديث، في حين يتمثل العامل الخارجي في الأيديولوجيات المستوردة من الخارج. بالنسبة للعامل الأول، فساد الدولة، تمثل حسب رأيه في فشل عهد الاستقلال نتيجة للفساد والتعفن، بالإضافة إلى ما سبق بسطه في النقطة السابقة حول انحراف الدولة، مما ملأ نفوس الشباب حسب قوله خيبة ويأسا من كل تغيير لأوضاع الفساد والتخلف بوسائل جدية وبأساليب فعالة وبطرق مجدية. أما العامل الثاني، أزمة الصراع القائم بين القديم والحديث، فإنه يقصد به ذلك الصراع المستمر والمعتدي بين قوى الماضي وتيار العصر، معتبرا هذا الأخير هو المستقبل وهو التيار الجارب، لأنه في نظره يشخص وتبة الأجيال الصاعدة لتنتقل في فترة التحرر والانعتاق من أوضاع الماضي المتلاشية إلى ما تطمح إليه من حياة متجددة وتطوق إليه من مستقبل متطور يساير عصر الفضاء. ويرجع أسباب هذا الصراع إلى ما منيت به تجارب الحكم المتعاقبة في عهد الاستقلال من فشل ذريع في مهمة التوفيق بين عقلية وتقاليد الماضي وبين مقتضيات التطور ومتطلبات التحول في المجتمع المغربي بعد أن ظفر بحريته طبقا لوجهة نظره. لذلك فإن الوزاني يتأسف لأن سياسة المغرب لم تدرك فيما يظهر تلك الحقائق حق الإدراك حسب قوله، فتعمل جادة من أول الأمر للتوفيق بين ضرورة الاحتفاظ بكل صالح جدير بالبقاء من تقاليد وأنظمة ماضي، وبين حتمية الانطلاق بالإصلاح الجوهري والشامل طبقا لمفاهيم العصر، وهو إصلاح بطبيعته تغييري وتجديدي بل انقلابي وتفكرية من تلبية لرغبتهم بالتقدم والتحول بأسرع الوسائل وفي أقصر الآجال، وتأكيدا منه على الدور الذي لعبته تلك الأيديولوجيات. كتب الوزان إنما يحدث في المغرب مرة بعد أخرى من اضطرابات ومؤامرات على أمن الدولة ينبغي أن لا يفسر بمجرد محاولات طائشة أو مدبرة من خارج من لدن خصوم حاسدين، أو في الداخل بواسطة محردين تارة ومسخرين للغير تارة أخرى، بل إن تلك الأحداث ترجع إلى ما هو أشد عمقا وأبعد غورا، وهو التيار الفكري الذي يغذي ويحرك الأجيال الساقطة في الواقع على الأوضاع العامة والمتطلعة بشتى الوسائل إلى قلبها رأسا على عقب باسم المجتمع الجديد المنشور. وقد عزى الوزاني السبب الرئيسي في الإقبال على هذه الأيديولوجيات الزاحفة من الخارج إلى عدم وجود أيديولوجية أحسن منها تقوم في الداخل مقامها لتلبي نداء الأجيال كلها أو معظمها طبقا لرؤيته،
ولذلك يشير في أكثر من موضع إلى أن خطر الأيديولوجيات المستوردة لا وسيلة لمجابهته إلا شيء واحد، هو معارضة كل فكرة دخيلة بأحسن منها ومواجهة كل حركة أيديولوجية أجنبية بأفضل منها مبدأ وجوهرا ومحتوى، وذلك في إطار ما أسماه بالأيديولوجيا القومية. في حين شجب الوزان اعتماد الدولة لسياسة القمع بالقوة وصرامة القانون في مواجهة تلك الأيديولوجيات أو لصد تيار العصر، حينما كتب قائلا: وإنما نشاهده في المغرب من حين لآخر من اضطرابات اجتماعية كإضرابات الطلبة ومن محاولات التآمر على أمن الدولة لمن الأمثلة الناطقة بما يعنيه المغرب، بما يعانيه المغرب في الأعماق من أمراض وأزمات لا تنفع في عملية التخلص منها المسكنات أو المحاكمات. وغني عن البيان أن نهج سياسة القمع لا تستأصل الداء ولا تصلح كدواء، وهي إن أجدت مؤقتا في أخماد مصادر الفتنة وتهدئة الأجواء فإنها لا تقضي على الأسباب الحقيقية المؤدية إلى هذا كله. كما أحصى الوزان عددا من تبعات هذه السياسة وانعكاساتها على موقف الدولة، حيث تظهرها حسب قوله في نظر الرأي العام الخارجي بمظهر لا يليق ولا ترضى، وهو الاختلاف مع الشعب ومخاصمة القوى الحية في البلاد ومحاولة عرقلة فكرة التجديد وحركة التطور والارتقاء في الأمة، ومؤكدا على أن كل حكومة تعتمد محاولات ومسكنات القمع بالقوة والقانون وفقا لعبارته إنما تقيم الدليل على عدم التبصر والتفاهم وعلى الضعف والعز أمام حركة تقدمية تريد السير بحكمة وتثبت نحو خلق المجتمع الجديد. كما نجد ضمن كتاباته مقالين قصيرين يتعرض فيهما لظهير 29 يونيو 35-900 والذي يعرف في أدبيات سنوات الرصاص بظهير كل ما من شأنه، ومن الراجح أن صياغتهما تمت خلال سنة 70-900 حيث قال في أحدهما متحدثا عن الظهير المذكور ما نصه: فبعد 14 عاما مرت على إعلان الاستقلال ما زالت المحاكم المغربية تطبق ظاهرا يعلن في مقدمته الأساسية وضمن مقتضياته التمهيدية أن التدابير المتخذة في المغرب إنما يمليها ما يشغل بال الحكومة الفرنسية، ليصرح بعدها بصيغة الاستغراب: وإذا كان هذا من محدثات عهد الاستعمار أفيكون بعد الاستقلال جديرا بالبقاء صالحا للتطبيق باسم السيادة القومية وبواسطة القضاء الوطني ضد الأبرياء من ضحايا القمع والاضطهاد كما وقع في المحمدية لطائفة من المواطنين منهم 3 تلاميذ صغار يوم 5 شتنبر 70-900؟ وقد حق لأولئك الضحايا وغيرهم من المواطنين المهددين في كل وقت ومكان بذلك الظهير المعلق فوق رؤوسهم كسيف داموكليس الإشارتين ضمن ما أسماه التقدير الزائف لحقيقة الوضع المتأزم في البلاد من لدن الدولة حسب تحليله. وكبديل لسياسة القمع بالقوة والقانون اقترح الوزاني الحل حينما طالب الدولة بضرورة مراجعة المواقف السياسي بكل شجاعة والعمل بجد لتصحيح الوضع الفاسد الذي يسيطر على الدولة والمجتمع ونهج سياسة جديدة تهدف إلى خلق مجتمع جديد يساير روح العصر. ولتحقيق هذا المجتمع الجديد والعصري قدم الوزاني مشروعه للنهضة بالشباب المغربي ما صرح به في المذكرة الملكية من نيل الشهادات بصرف النظر عن السن، يعني إلغاء محتوى المنشور الوزاري الذي تسبب أخيرا في أحداث الطلبة. كما أن الجواب تضمن تفاعلا بالسلب مع ما جاء في التوجيهات الملكية حول مكانة الجامعة، والتي تضمنت فقرة تحت عنوان اجتناب التعليم العالي الذي لا باعث عليه إلا الأبهة، وهذا مقتطف منها: تجب إعادة النظر في كل تعليم لا باعث عليه إلا الأبهة حتى لا يخرج لنا إطارات ضعيفة المعرفة والتكوين
كما يقع في بعض الكليات التي أنشئت وتكلف الدولة غاليا. فكان موقف الحزب وفقا للآتي: أما ما قيل في المذكرة حول اجتناب التعليم العالي الذي لا باعث عليه إلا الأبهات والنفوذ الزائف فلا نرتئيه، بل نتمسك بالاحتفاظ بالجامعة المغربية والعمل لتقويتها ولرفع مستوى التعليم فيها بتعبئة الإدارات الصالحة في الداخل والخارج. لتنتقل المذكرة إلى الحديث عن المجالات التي أهملها ذكرها وكأنها محاولة لاستكمال ما أوردته التوجيهات الملكية حول الميدان التربوي والتي يمكن حصرها في 4 نقاط لا يتسع المجال لبسط تفاصيلها، وهي: الإصلاحات الضرورية المستعجلة لصالح التعليم الأصلي، وبرنامج عملي للنهوض بالشبيبة البلاد، وثالثاً العناية بالثقافة الشعبية. وهنا المؤكد أنه يقصد بالثقافة الشعبية تثقيف الشعب وليس المعنى الحالي لعبارة الثقافة الشعبية. ورابعاً وأخيراً برنامج العمل المستعجل في ميدان الشبيبة. كان هذا عرضاً مقتضباً لرؤية محمد بن الحسن الوزاني حول مسؤولية الدولة إزاء الشباب المغربي. شكراً. بالفعل يتأكد بأن خلال العرض الذي قدمه الباحث حميد عيد فرحي يتأكد بأنه المجتمع المغربي والمغرب بصفة عامة لا زال في حاجة إلى فكر محمد بن الحسن الوزاني، وأظن بأن الكثير من الإشكاليات التي كان يطرحها لا زلنا نعيشها إلى اليوم، ولا زالت الخطب الملكية تؤكد على أساس أن مسألة الشباب هي مرتبطة بالتربية والتكوين وبالتوجيه أساسا. ومن ثم يمكن القول أو يمكن أن طرح سؤال: ماذا كان سيكون عليه المغرب لو سمع أو أخذ جزء من كلام آنذاك من كلام محمد بن الحسن الوزاني؟